هذا الناموس الغالي في هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. أشواطنا ورموزنا مستمرة في هذه الأمسية، شوط جديد انطلق على بركة الله، ويسرني أن أحيل الميكروفون لأخي شجاع العتيبي. شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، نسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، في هذا المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه، في هذا المساء وفي رموز الإجذاع ومع تحديات سن الإجذاع وانطلاقة شوطنا الثالث على بركة الله وتوفيقه، ينطلق أيها الحفل الكريم شوط الشلفة، الشلفة الفضية للإجذاع العمانيات. في هذا المساء انطلقت الأسماء وشعارات الباحثة عن الناموس الغالي. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، مع أول الأسماء وأول التحديات، الباحثة عن الناموس والباحثة عن الانتصار. هنا حب بشعار علي بن راشد بن حمد بن غدير، من يقدم لنا حيب وابناء مرغم، من يتقدمون مع حيب والفاو على المركز الاول والثاني، باحثين عن الشلفة الغالية والمليون ونصف ريال قطري للفائز بالمركز الاول. المركز الثالث الوصول، المركز الثالث الوصول من غنيمة بشعار علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح، من يقدم لنا غنيمة مع المركز الثالث والمركز الرابع. الوصول والتقدم من رابع الأسماء، من تصل هنا قمرة، مبارك بن قطامي بن سعيد الخيلي، من يتواجد مع قمرة مع المركز الرابع، من غيرت مع المركز الثالث. المركز الخامس في هذه اللحظات، هنا بشاير حمد بن نهيان بن سالم العامري راع اليمشى، من يقدم لنا بشاير مع المركز الخامس. هذا الشعار الذي أبدع وأمتع في هذا المهرجان، شعار بن نهيان، من يحضر دائما وأبدا بهذه الأسماء الكبيرة والعملاقة، الباحث عن الشلفة الغالية. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا في كل مكان للخمسة الأسماء الحاضرة والمتواجدة في دائرة النداء. العودة إلى شعار أبناء مرغم، العودة إلى شعار بن غدير، من ينطلق على أول الأسماء وأول التحديات مع الفاو حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي وأبناء مرغم يتواجدون مع الفاو، وأيضا مقدمين لنا حب بشعار علي بن راشد بن حمد بن غدير، من يقدم لنا حب مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من غريمة، علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح يتواجد مع غنيمة على المركز الثالث، وأبناء الشحانية وأبناء التحدي يتواجدون مع شعار بن مقارح على المركز الثالث. المركز الرابع خرمس، خرمس مع المركز الرابع بشعار الجنرال عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، وأحد الأسماء المرشحة والمصنفة لانتزاع الشلفة الغالية مع هذا الشعار، شعار الجنرال الحاضر مع خرمس على المركز الرابع. المركز الخامس شعار المدهش وشعار أبناء السلطنة، ومرحبا بالأشقاء، نرحب بجميع الأشقاء الحاضرين هنا في
ميدان الجميع، نرحب في الجميع في ميدان الجميع. تصل هنا الزهمة وسالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقدم لنا الزهمة، يزهم بالزهمة على المركز الخامس، يتقدم بهذا الشعار، شعار المدهش. ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، إلى الفاو على أول الأسماء، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي وأبناء الإمارات العربية المتحدة وأبناء مرغم وأبناء إدانة الدنيا دبي، ولكن أبناء التحدي أبناء الشحانية غيروا مع المركز الأول، غيروا مع الصدارة، مع الانطلاق الأول، مع القمة وشعار بن مقارح في القمة، وشعار بن مقارح في القمة مع غنيمة علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح يتواجد بشعار الشطنجي مع المركز الأول. المركز الثاني وصل شعار الجنرال مع خرمس وعبد الهادي بن خليل بن منصور الشواني، يقدم لنا خرمس مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من قبل الفاو بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، يتواجد مع الفاو. ووصل شعار بن نهيان مع بشاير حمد بن نهيان بن سالم العامري، يقدم لنا بشاير وايضا حب مع المركز الخامس بشعار ابناء مرغم علي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. ووصلت الاسماء، وصلت الشعارات، ولكن العوده، العوده الى بطلات الشحانيه، العوده الى بطلات ميدان التحدي، العوده الى غيمه وخرمس، العوده الى غنيمه وخرمس. يا سلام يا بن مقارح، يا سلام يا الشواني، الشواني الشواني، عبد الهادي بن خليل بن منصور الشواني وسعيد بن راشد الزعبي، يقدم لنا خرمس الباحثة عن الشلفة، الباحثة عن الشلفة الغالية، الشلفة الغالية بالانتظار. يا الجنرال يا الجنرال، شعار الجنرال الحاضر دائما وابدا في اشواط الرموز، ممثلا لابناء الشحانية، ممثلا لابناء التحدي. ولكن غنيمة، غنيمة يا بن مقارح، غنيمة يا علي، يا بن حمد، يا بن علي، يا بن راشد، يا بن مقارح، يقدم لنا غنيمة. وصلت بشاير، ووصل ملك السيوف، وصل ملك السيوف، وصل ناصر بن عبد الله المسند، وصل ناصر بن عبد الله المسند، مقدما لنا انطلاقة حوامة، حوامة مع المركز الثاني. المركز الرابع الفائز خليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، وصل بن عويضان، وصل بن عويضان مع عالية، ولكن العلو مع شعار المسند، العلو مع شعار ملك السيوف، مع شعار ناصر بن عبد الله بن احمد المسند المغامر سعيد بن بطي الزعبي، يقدم لنا انطلاقة حوامة. حوامة حامت على الرمز وشالته، حامت على الرمز وخطفته. يا سلام يا ملك السيوف، ما يروح ما يروح ما يروح بشبل مصقول وانصابه، كوت شقرة غزيزة هجن مقيمة، بكرة كنها للهجن سد غابة، كل ما جات للركض تعيد تقيمة، خلت الشوط كروا فرح الرابة، واخذت الرمزة والركض كسر التيمة. ملك السيوف، ملك السيوف، الشلفة في الميدان، الشلفة مع ابنه وشحانية، مع شعار المسند، مع شعار ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. ملك السيوف، ملك السيوف، ناصر بن عبد الله المسند. سلام يا ملك السيوف، سلام، سلام يا المغامر، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شواهين سيب بن سهيل بن الخيل الاحفاري، المركز الثالث علي حمد بن محمد بن سهيل العامري، المركز الرابع، المركز الرابع زهمه
سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المركز الخامس، عوايد عتيق بن مطر بن حسن القبيسي. تهانينا تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا في كل مكان لمالك هنا حوام ناصر بن عبد الله بن احمد المسند ملك السيوف والمغامر سعيد بن بطي الزعبي، من قدم لنا حوام بهذا الاداء الاستثنائي بهذه العروضات الكبيرة. والشلفة تبقى في ميدان التحدي ومع شعار ملك السيوف، تهانينا والف مبروك لهذا الشعار الكبير. وإلى ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المشرف في هذا المساء، كعوايد هذا الشعار وكعوايد هذا الرجل باختطاف الرموز دوما دائما وابدا. هذا الشعار حاضرا في اشواط الرموز، حاضرا في اشواط الخناجر والشلافي، ومختص في اشواط السيوف. تهانينا والف مبروك. 9 دقائق 8 ثواني 49 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك حوام ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على هذا الفوز والانتصار والمغامر. سعيد بن بطي الزعبي، من قدم لنا حوام بهذا الأداء الكبير. المركز الثاني شواهين بشعار سيف بن سهيل بن نخير العفاري. 9 دقائق 13 ثانية 16 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث حضرت عالية بشعار حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. 9 دقائق 13 ثانية